لم تسعه الأطر فاستقال من منصبه بعد أشهر قليلة من رئاسته الائتلاف ليعمل بحرية أكبر من تلك التي تفرضها الهياكل الإدارية كما برر. ولكن عن أي حرية تحدث؟ عن تلك التي تفك قيوده من الائتلاف أو تلك التي تفكها من الثورة والثوار؟ شكل في الأول من شهر كانون الثاني 2015 وبعد فترة قصيرة من زيارته موسكو تياراً سياسياً أسماه مجموعة سوريا الوطن، وللمفارقة أن هذا التيار لم يكن له لا صوت ولا صدى على صعيد العمل العام. مهمتنا أن نستعرض لكم المعلومات والأخبار والشهود، ويبقى الحكم لكم. إنه معاذ الخطيب، أهلا بكم. ينتمي معاذ الخطيب إلى أسرة دمشقية درس في تخصصات أكاديمية مختلفة أبرزها الإسلامية، كما أنه خلف والده في إمامة المسجد الأموي، وعرف سابقا بمواقفه المناهضة لحزب البعث. صورة أقرب عن سيرة حياة معاذ الخطيب في التالي. ولد معاذ الخطيب في دمشق عام 1960 لأسرة سورية علمية عريقة. نشأ وترعرع في العاصمة ودرس الجيوفيزياء التطبيقية في جامعتها. درس العلوم السياسية والعلاقات الدولية والدبلوماسية والدراسات الإسلامية. عمل مهندساً بتروفيزيائياً في شركة الفرات للنفط سوريا شيل لست سنوات. كان عضواً في الجمعية الجيولوجية السورية والجمعية السورية للعلوم النفسية. خلف والده بدر الدين الخطيب عام 1999 في إمامة الجامع الأموي بدمشق. ترأس الخطيب مجلس إدارة جمعية التمدن الإسلامي بسوريا حتى عام 1995. يعد الأقرب إلى فكر الإخوان المسلمين، مع أنه غير تابع رسمياً لهذه الجماعة. مع بداية الثورة اعتقله نظام الأسد أكثر من 4 مرات عبر مختلف الأفرع الأمنية. في حزيران 2012 غادر معاذ الخطيب دمشق متجهاً إلى القاهرة ثم إلى قطر. سجله حافل باللقاءات والزيارات الرسمية، اجتمع مع رؤساء دول، مع وزراء خارجية، مع مسؤولين كبار. كانت الدوحة عاصمة غالبية تلك اللقاءات، سواء أيام وجود الخطيب في الائتلاف أو حاليا. أبرز تلك اللقاءات والاجتماعات إليكم في سياق المادة التالية. تشرين الثاني 2012، الائتلاف ينتخب في الدوحة معاذ الخطيب رئيساً له بالتزكية. تشرين الثاني 2012، الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند يستقبل الخطيب في الإليزيه. شباط 2013، روما تستضيف لقاءً بين الخطيب ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري. شباط 2013، لقاء يجمع بين المبعوث الدولي لسوريا الأخضر الإبراهيمي ومعاذ الخطيب. آذار 2013، معاذ الخطيب يتسلم مقعد سوريا في قمة الدول العربية المنعقدة بالدوحة. آذار 2013، بعد 6 أشهر على توليه منصبه، الخطيب يعلن استقالته من رئاسة الائتلاف. 2012 حتى 2013، لقاءات عدة جمعت بين الخطيب ومسؤولين أوروبيين وأمريكيين. تشرين الثاني 2014، الخطيب يزور موسكو بدون علم الثورة ويلتقي سيرجي لافروف. نيسان 2016، الخطيب يلتقي نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف في قطر. 2014 حتى 2016، معاذ الخطيب يلتقي بعدد من المسؤولين الروس والإيرانيين في الدوحة. إلى
يدافع عن الثورة كما يقول، لكنه لم يحافظ على شكلها في أقل التقديرات عندما زار موسكو وخاطب بشار الأسد على نحو لين. ترأس معاذ الخطيب الائتلاف لستة أشهر ثم قدم استقالته نتيجة الوصول لما وصفها بالخطوط الحمراء، لكن خطوط الحمراء أيضا تجاوزها الخطيب وفق معارضين عندما قبل أن توضع دماء السوريين الذين قتلهم نظام الأسد مع قاتلهم على طاولة واحدة. المزيد عن هذه الشخصية المعروفة بجدليتها في تقريرنا التالي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الرسالة أوجهها إلى بشار الأسد، انطلاقا من قوله تعالى: فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. بكثير من الاحتواء الناعم والكلام اللين المعسول، قرر معاذ الخطيب أن يتعامل مع بشار الأسد. هكذا كان منطقه في خطاباته المرئية أو مقالاته المكتوبة. من يشاهد أو يقرأ سيشك أن القائل أو الكاتب شخصية معارضة ترأست الائتلاف لستة أشهر بالتزكية، وجلست على مقعد سوريا في جامعة الدول العربية. كذلك زارت عواصم دولية كثيرة لبحث الملف السوري، انطلاقاً من رئاسة مؤسسة ثورية بحجم الائتلاف أو كطرف معارض مستقل تستضيفه الدوحة. الشعب السوري ما له شعب بسيط. خطيب المسجد الأموي سابقاً وأحد معارضي النظام ومعتقليه قبل الثورة، وفق ما يعرف عن نفسه: كثير المساعي والمبادرات التي لا تترك خلفها طحناً، وربما اللقاءات والزيارات التي لا تعبر عن حال الثورة بشكلها على الأقل. فالرجل لا ضير عنده من زيارة روسيا أو لقاء وفد إيراني، رغم يقينه أن موسكو وطهران على رأس من جلب البلاء لسوريا. إنما يبرر الخطيب ذلك بالحاجة للحوار بعدما رآه من تخل دولي أثناء رئاسته للائتلاف، وهي رئاسة استقال منها للعمل بشكل أوسع وأكثر حرية خارج نطاق مؤسسة تقييدية. هذا وفق قوله: من شعب شجاع صار ربع سكانه مشردا. لكن على ذلك يقول طيف واسع من المعارضين إنه لا مسوغ للخطيب كي يتاجر بدماء السوريين وتضحياتهم على طاولة السياسة والدبلوماسية. كثيرون أعلنوا في وقت مضى من عام 2012 أن الخطيب يمثلهم لما حمله حينها من رؤية ثورية، لكن بعدما مال الجمل بما حمل صار الخطيب في مواجهة جيش من النقاد. كانت شرارة ظهوره بعد زيارة أجراها إلى روسيا، ثم عاد ليكتب مقالا يتماشى مع رؤية الكرملين ومجلس الدوما للحل في سوريا، عنونه بعبارة: هل تشرق الشمس من موسكو؟ موسكو ذاتها التي يعتبرها السوريون شركة في الجريمة الممارسة ضدهم. احنا متمسكين في العملية السياسية. الهيئة التفاوضية كانت موضع نقد للخطيب المولود في دمشق عام 1960، إذ قال إن أعضاءها لا يستحون ولا يكادون يفكون الخط كناحية قانونية ودستورية. الخطيب ذاته أطل مؤخراً بخطاب جديد وجهه لبشار الأسد، ألبسه عباءة المبادرة التي طرزها بالكثير من التنازلات التي لم يعتد السوريون توجيهها لمجرم حرب. يحاول الرجل وفق قوله الدعوة لحوار سوري سوري، بل يؤكد لبشار الأسد ألا شرط مسبقاً للتفاوض. رسالة الخطيب وصفها كثيرون بأنها محاولة لإطفاء شرعية على بشار الأسد ونظامه، في وقت يسعى حقوقيون وناشطون وقانونيون لعزله دولياً وتجريمه أمام العالم كله. يا معاذ الخطيب اللي بدي يعمل اتفاقيات، بدي يعمل مقررات، بدي يعمل مع الحكومة، بدي يكون قاعد هون معنا. مصير الرجال المرافقين هون في الإدارة، ما هو أهل القروش والبطولة. لمعاذ الخطيب تصريحات كثيرة فيما يتعلق بالحل السوري أو الحوار مع نظام الأسد أو حتى موقفه من المعارضة. وبالمفارقة بعض تلك التصريحات اتسمت بالهجومية كتلك المواجهة للمعارضة، وأخرى كانت ناعمة كالتي وجهها للنظام. فيما يلي نقف عند أبرز تلك التصريحات.
وقال الخطيب إن فشل العالم في مساندة الثورة السورية كان السبب الرئيس وراء قراره بالاستقالة من رئاسة الائتلاف. أبدى عام 2013 استعداده للجلوس مباشرة مع ممثلين عن نظام الأسد في القاهرة أو تونس أو إسطنبول. دعا بشار الأسد للبحث عن مخرج وقال إن من أسماه الرئيس الحكيم هو من يفصل حتى وإن حيكت له ولبلده مؤامرة. قال إن زيارته لموسكو ركزت على فتح آفاق للحل السياسي للأزمة في سوريا وضرورة العمل من أجل عملية انتقال سياسي. من أبرز تصريحاته قوله أنا لا أدافع عن المعارضة لأنها مرتهنة ولا تصلح لقيادة سوريا، ولكن يجب أن تكون سوريا بين أيدي أبنائها. هاجم هيئة المفاوضات واتهمها بتحويل المطالبة بهيئة حكم انتقالية إلى مطلب هزيل هو لجنة دستورية. طالب بالعودة لدستور 1950 للبلاد بدلا عن الدستور الحالي. مواكب لعمل ومحطات معاذ الخطيب، انتقد أداءه كرئيس للائتلاف في مواقع عدة. تواصلنا معه لمعرفة خلفية موقفه هذه. إنه الكاتب والمحلل السياسي عمر كوش الذي ينضم إلينا مباشرة الآن من إسطنبول. أهلا بك أستاذ عمر إلى هذه الحلقة. يعني أنت كنت تتابع أدوار وسيرة معاذ الخطيب وأداءه كرئيس للائتلاف، لخص لنا بداية رأيك بهذه الشخصية لو سمحت. يعني بداية مساء الخير لك والمشاهدين ومستمعي قناة الأورينت. يعني أحمد معاذ الخطيب الحقيقة كان اختياره في الدوحة لرئاسة الائتلاف مفاجئا للجميع، لكن بنفس الوقت كان محضرا مسبقا من طرف قوى إقليمية وأيضا دولية وحتى عربية أيضا، وبالتالي يعني تفاءلنا خيرا أنه على الأقل يعني شخصية كانت في ذلك الوقت تحظى بالإجماع. لكن مع الأسف الأشهر الأولى التي ترأس بها الائتلاف كان يعني لا يناقش أحد ولا يعني يشاور أحد حتى من أعضاء الائتلاف أنفسهم. وعندما اختار 12 شخصا من الائتلاف بوصفهم هيئة استشارية أو قيادية، الحقيقة لم يستشرهم في شيء ولم يناقشهم في شيء، فقط يعني أتى بمريديه وتلامذته الذين كانوا في مكتبه ما قبل الثورة وكانوا هم مساعدين له لا أكثر ولا أقل. ولاحظنا أنه يعني كان الحقيقة كل الاجتماعات في الائتلاف يعني كان فردانيا، حتى الهاتف نفسه لا يرد عليه أبدا إلا فيما ندر، وكان بعض الزملاء والأصدقاء الذين يعني كانوا يتحدثون عن من أعضاء الائتلاف أنه حتى لا يرد حتى على مكالماتهم. ولاحظنا أنه فجأة يعني في اجتماع دول ما كان يسمى أصدقاء سوريا في إسطنبول قدم استقالته، وكأن وقلنا أن الرجل يعني حرصا على الثورة، وربما لأن الدول التي كانت تدعي صداقة الثورة السورية لم تقدم المطلوب لها احتجاجا على مواقفها قدم استقالته، وبشكل حقيقة مفاجئ يعني، ولم يستشر حتى الائتلاف ولا أي عضو من أعضاء الاثني عشر الذين عينهم. وبالتالي لاحظنا أنه بعد أن قدم استقالته من الائتلاف أنه خرج بمواقف الحقيقة يعني لا تنم عن أنه فعلا يريد السقف العالي وتحقيق مطالب الثوار والحاضنة الاجتماعية للثورة، لأنه صدرت مواقف منه الحقيقة يعني معاكسة تماما. سنتحدث عن هذه المواقف أستاذ عمر في محطة تالية، ولكن أود أن أستوضحك النقطة التي بدأت بها. قلت أنه كان انفراديا باتخاذ القرارات وبأنه لم يستشر حتى المقربين منه أو من هم على رأس الثورة سياسيا في ذلك الوقت. إذن كيف كانت ردود فعل من كان معه في هذه المرحلة؟
يعني الحقيقة مع الأسف أن الائتلاف يعني فور أو لحظة تشكيله ولد ميتا، لأنه ولد كما ولد المجلس الوطني، توافق قوى وأحزاب سياسية مع بعض الشخصيات التي تسمى شخصيات الوطنية بين قوسين أو المستقلة. وبالتالي كان المفترض هو على الأقل، يعني لديه كان نائبين وأمين عام، على الأقل كان المفترض أن يشكل لجنة أو هيئة سياسية تجتمع، لأنه كان مفترض في تلك الأيام 2012 أو آخر 2012 الثورة في أوجها، ولذلك كان مطلوب تشكيل خلية أزمة لتدارس الأوضاع. وأيضا كانت الحقيقة لو مثلا سجل موقفا مثل دخول جماعة الائتلاف إلى الحاضنة الاجتماعية، بمعنى إلى الداخل السوري، وليس البقاء في الفنادق والاجتماع هنا وهناك والزيارات ولقاءات المسؤولين الأجانب على أهميتها، لكن لم يبني أي جسر مع طبعا مع الداخل السوري، لم يزر مخيما، لم يزر حتى بلدة محررة أو خارجة عن مناطق النظام. والكل كان يشكو من أعضاء الائتلاف أنه لا يسمع أحد ولا يرد حتى كما قلت على اتصالاتهم الهاتفية. وبالتالي يعني هذه الشخصية غير جماعية وشخصية غير قيادية، لأن القيادة هي قيادة مؤسسية يجب أن تكون، وقيادة جماعية كي تكون مثمرة على الأقل وكي تفيد ثورة بحجم الثورة السورية وتضحياتها الجسام. يعني لا على الصعيد السياسي ولا على الصعيد الشعبي. يعني تطرقت إلى موضوع خطاباته والمفاجآت التي كان يطلقها أثناء إعدادنا لهذه الحلقة عند الحوار معك، قلت إن معاداته للنظام غير ظاهرة كأداء لرئيس ائتلاف، ووصفت بأن هذا الأداء كان سيئا جدا. لو تشرح لنا هذا الموقف لو سمحت. يعني في عدة مواقف كنا يعني الحقيقة يعني شاهدين عليها. يعني مثلا عندما كان يريد أن يتخذ أو يرد على موقف سياسي أو إلى آخره، يقول أنني بيتت استخارة أو سأبيت استخارة، في حين أن يعني المفترض يعني كرئيس منظمة سياسية تمثل الثورة أو على الأقل مظلة سياسية للثورة، أن يتشاور مع يعني الأعضاء الذين معهم، وخاصة الحقيقة التواصل مع طيب هو رجل دين، يعني أمركم شورى بينكم، لماذا لم ينفذ ذلك على الأرض في التعامل مع أعضاء الائتلاف؟ يعني هذا يثبت أمراض الحقيقة التي توارثها المعارضون السوريين أو معظم المعارضين السوريين من نظام الاستبداد، الانفراد في كل شيء، وطبعا القائد الملهم وهو الذي يفهم وغيره لا يفهم. هذه أمراض الحقيقة أصابت أحمد معاذ الخطيب مثلما أصابت غيره من أعضاء الائتلاف والمعارضة السورية بشكل عام. هذا مؤسف، لأن العمل الجماعي يعني نظام الاستبداد الأسدي الحقيقة أفقدنا هذا العمل، ونحن قلدناه في أننا استمرينا يعني المفروض أن الثورة قامت لإزالة هذا النوع من التفكير، وهو على رأسها كان في تلك الفترة. أيضا فيما في أحد تعليقاتك قلت أن معاذ الخطيب كان تركيزه على دمشق، أي بمعنى أن سوريا لم تكن تهمه ولكن المهم أن تبقى دمشق، كيف ذلك؟ يعني هذا مفاجئ الحقيقة، يعني بمعنى نحن كما نعلم أن سوريا المفترض يعني أن أي ممثل سياسي للثورة السورية أو للتشكيل السياسي الذي يمثل هذه الثورة أن يكون خطابه خطابا سوريا جامعا، لا فرق الحقيقة بين دمشق وبين حلب وبين أي قرية من القرى، لأن هذا وطننا ويجب أن نظهر هوية وطنية واحدة. عندما نشكل رابطة للوطنيين الدمشقيين فقط فهذا يعني الحقيقة مثل يعني نزعة جهوية غير مبررة، ولا يمكن أن تخدم السوريين ولا تخدم سوريا، إنما تخدم نظام الاستبداد. إذا الحلبي يعني شكل رابطة خاصة بحلب، وأهل درعا شكلوا رابطة خاصة بأهل درعا، والدمشقيين شكلوا رابطة، فهل هذا يعني أننا مزقنا الوطن ومزقناه إلى جهويات متناحرة؟ في حين أن لحظة الثورة
تقتضي، ولحظات الأخرى الحقيقة تقتضي لحمة حول الوطنية السورية التي جسدتها المبادئ الثورة السورية في الحرية والخلاص من الاستبداد والشعارات التي رفعها أهلنا الذين ضحوا وبدمائهم. فبالتالي كان المطلوب من أي سياسي بحجم أحمد معاذ الخطيب أو غيره أن يتمثل هذه القيم والمبادئ، لا أن يأتي إلى نعرات جهوية هنا وهناك. بالفعل أنا يعني تفاجأت جدا عندما سمعت بتأسيس هذه الرابطة، وأصدرت أكثر من بيان وليس بيان واحد. يعني هنا نحن نقول نحن سوريون، هويتنا سورية، وهذا هو يجب أن يكون المحدد لنا. شكرا جزيلا لك الأستاذ عمر الكوش الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا مباشرة من إسطنبول. ومن نوادر الخطيب السياسي اقتراحه حسبما سمعنا ورصدنا وتابعنا ردود الفعل مبادرة لحل الملف السوري خلال عام كامل يبقى فيها بشار الأسد في منصبه، وتتضمن المبادرة اعتماد مرحلة ما قبل انتقالية تتركز على إنشاء مجلس رئاسي يتألف من 6 أشخاص من بينهم بشار الأسد من أجل نقل صلاحياته للمجلس. ويعتقد الخطيب أنه في نهاية الوقت المحدد سيتحقق خروج الأسد التام، معتبرا أن خروجه شرط لا يمكن من دونه إيقاف سفك الدماء في سوريا. السيد نبيل الشوفان إعلامي سوري كان من بين الذين استهجنوا مبادرة الخطيب، فاستطلعنا رأيه وقال لنا التالي. يعني أنا أرى أنه بعد ثورة عام 2011 يعني يحق لجميع ربما السوريين القادرين على ممارسة العمل السياسي ممارسته، لكن يؤخذ على معاذ الخطيب أنه لم يستطع أن يجاري الساسة أو أن يفهم كيف تدار السياسة العالمية وكيف تدار ملفات معقدة مثل الملف السوري. الملف السوري كان بحاجة إلى رجال سياسيين حقيقيين اتفقنا معهم أم اختلفنا، وليست بحاجة إلى ربما رجال دين أو رجال عاطفيين أو رجال حتى ولو كانت النية جيدة والنية حسنة اتجاه سوريا، لكن كما نعرف نحن لدينا مشكلة كبيرة مع نظام قتل أو شرد مئات الألاف والملايين، وربما المجتمع الدولي أيضا ببعض أطرافه متورط بهذه المقتلة. لذلك يعني معاذ الخطيب مثلا في خطابه الأخير، وهو خطاب يتماهى تماما مع خطاب الإخوان المسلمين، يعني كان خطابا عاطفيا ولم يكن خطابا سياسيا. وأنا أقول له يا شيخ معاذ، يعني منذ 8 سنوات ونحن نخاطب المجتمع الدولي ونخاطب روسيا ونخاطب النظام السوري، وربما خاطبتم إيران أكثر من مرة ولم تستطيعوا فعل شيء بهذه الخطابات والمناشدات والرسائل، والقصة ليست تدار بهذه الخطابات العاطفية التي تعودنا عليها والتي يعني كانت ربما تصلح لأن تكون خطابات دعوية على المنابر أو في حلقات بحثية أو أي شيء آخر إلا السياسة، لأن السياسة ملفات وأوراق، ويعني المجتمع الدولي يعتبر المنطقة كلها كرقعة شطرنج يحرك هذا البيدق ويحرك هذا الوزير إلى آخره. وبالتالي ليست يعني رسالتك ذات معنى. فاصل ونواصل قصة معاذ الخطيب، تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا
أهلا بكم من جديد. شهدت مسيرة معاذ الخطيب السياسية تغيرات في المواقف السياسية وحتى المطالب التي كان يصدح بها في بداية الثورة السورية. البعض رأى أن الرجل يتعامل مع الأحداث بمنظور الواقع على الأرض، والبعض الآخر وجد في شخصيته رجلا براغماتيا تتبدل توجهاته بحسب التوازنات الدولية والإقليمية. أطوار في تقلب المواقف والتوجهات وحتى الولاءات الخارجية. أطوار من تقلب المواقف والتوجهات وحتى الولاءات الخارجية، فتارة يرتمي بالحضن القطري وتارة بالحضن الروسي، لينتهي به المطاف مستجديا رئيس النظام بشار الأسد. هكذا كان حال معاذ الخطيب منذ بداية الثورة السورية. فمع اندلاع شرارة الثورة ظهر معاذ الخطيب بمظهر الثائر الذي لا يقبل أي تنازل عن مبادئ الثورة، والتحق بمركب الثوار بكونه أحد قادة الحراك الذي جرى على الأرض. وسرعان ما لمع اسم الخطيب بين أوساط المعارضة حتى وصل إلى رئاسة الائتلاف الوطني ليستقيل منه بعد 6 أشهر من استلامه المنصب، مفاجئا الجميع، متذرعا بحجة عدم جدية أصدقاء سوريا بدعم الثوار بما يحتاجونه من أسلحة تمكنهم من إسقاط النظام وإيقاف غاراته الجوية على المناطق المدنية. هذه الرسالة أوجهها إلى بشار الأسد. معاذ الخطيب الذي استقال احتجاجا على ما أسماه عدم دعم الثوار بالأسلحة سرعان ما خلع عباءة الثائر المناضل، لتشهد المرحلة الجديدة في مسيرته دورا احتاج فيها للظهور بدور رجل يريد السلام وينبذ الطائفية على حد وصفه ويهاجم الفصائل المسلحة التي ادعى أنه استقال لأنها لم تحصل على الأسلحة المطلوبة، ليظهر نفسه كحمامة السلام. كما أنه لم تمضي أشهر على استقالته حتى بدأ بتشكيل كتل سياسية مستقلة تحت اسم سوريا الوطن التي اتضحت ملامح مهامها التي أنشئت في سبيلها، وهي الحوار مع النظام وشق صفوف المعارضة. هذا النظام الذي عمل طيلة العقود الماضية على شق صفوف كل الأطراف المعارضة له، والتي لم يسلم منها أي حزب له توجه سياسي مختلف عن توجهه. فالنظام الذي استطاع أن يجعل الحزب الشيوعي حزبين والناصريين أحزابا والاشتراكي إلى اشتراكيين والإخوان إلى عدة جماعات، حتى فتح صنع منها فتحين والبعث بعثين، فلا غرابة أن يشق صف المعارضة. ووجد على ما يبدو بالخطيب ضالته المنشودة، والذي التقط الدعوات التي كان يبثها النظام في أوروبا والدول الغربية عن استعداده للحوار وقبوله لتقديم تنازلات، طمعا في أن يكون له نصيب في التركيبة السياسية المستقبلية في سوريا. مؤشرات كثيرة توضح مدى خطورة المواقف التي اتخذها معاذ الخطيب على مسار الثورة السورية. فأن تتحدث بصفتك الشخصية وتناقش النظام حلفائه على أساسها شيء، وأن تقوم بمحاورة النظام على كونك ممثلا للشعب الثائر شيء آخر. فالتنازلات التي قدمها الخطيب والتي اختصرها في البداية بمبادرته في 2013 بإطلاق المعتقلين من سجون الأسد وتمديد الجوازات للسوريين تشير إلى مدى اختزال المطالب وتسطيحها، إلى مدى لم يحلم النظام منذ بداية الثورة أن تختصر فيها. ثم اللقاءات العديدة التي قام فيها بلقاء الروس والإيرانيين، والذين وجدوا فيه طرفا يصلح لدق إسفين في صفوف المعارضة حتى يتسع الخرق على الراتق، وهذا ما حدث بالفعل. حملة مباركة يقوم بها بشر الخطيب السوريين بأن شمس حريتهم ستسطع من موسكو بعد زيارته لها، لتبين الأيام أن جحيمهم وأفول موطنهم كان من روسيا، ولتوضح مسيرة الرجل المليئة بالتناقضات والتقلبات مدى براغماتيته السياسية، حيث كانت أشرعة الخطيب تتجه أن توجهت رياح التوازنات في الداخل السوري، فيما يبرر البعض تصرفاته بأنه رجل يتعامل مع الأمر الواقع. فلو كان الأمر كذلك لما قام الثورة ولما ثار الشعب على نظام معروف بمدى وحشيته. فهل معاذ الخطيب ساذج سياسيا، أم أنه كان له دور أداره النظام وحصد ثماره؟ نوع من العمالة التي ربما يقوم.
العميد أحمد رحال خبير عسكري واستراتيجي يقول عن معاذ الخطيب إنه رجل دين فقط وليس سياسيا. تواصلنا معه وهو معنا الآن مباشرة على الهواء من إسطنبول. أهلا بك سعادة العميد. تقول إنه رجل دين وليس سياسيا، لماذا ذلك؟ ألم ترى فيه أي شيء مما يتحلى به الرجل السياسي خلال مسيرته؟ تحياتي لك ولكل السادة المشاهدين. أهلا بك. بالتأكيد عندما نتحدث اليوم نتحدث عن الأستاذ معاذ الخطيب، الرجل الذي أدخل نفسه في معترك السياسي وكان الأجدى أن يبقى على المنابر لأنه رجل دعوة ورجل دين، وبالتالي نحن نتحدث عن معاذ الخطيب السياسي وليس عن الشيخ معاذ الخطيب. أذكر عام 2013 بالشهر الثالث على ما أعتقد كنا لجنة الضباط الستة مكونة من 2 ألوية وثلاث عمداء والعقيد مالك كردي كان موجود معنا، التقينا بالشيخ معاذ الخطيب كرئيس للإئتلاف، ويعني من بداية اللحظة الأولى أعطانا مشهد أنه لا يتقن السياسة ولا يملك الحس الأمني. يعني أذكر عندما بدأ الاجتماع وكان مستغربا أن يأتي إلى اجتماع وحيدا باستثناء مدير مكتبه فقط لا غير، وأراد تسجيل محاضر الجلسات، قلنا المحاضر العسكرية أو الضباط لا يسجل كلامهم، نحن نتحدث عن حالة عسكرية خاصة تمتلك من السرية لا يمكن أن تسجل وتنشر بالائتلاف، وكلنا نعرف أن الائتلاف فيه من الاختراقات أكثر من الأحرار. هذه نقطة. النقطة الثانية، عندما بدأ الكلام تجاوز أو دعني أقول تطاول بالكلام على بعض الدول وبعض الشخصيات الكبيرة، فقلنا له أين جهاز الموبايل يا أستاذ معاذ؟ قال في جيبي. قلنا له كل كلامك مسجل. قال هل يستطيعون الاستماع إلى التسجيل وهو مغلق؟ قلنا له أنهم يستطيعون إحصاء عدد أنفاسك يا شيخ معاذ. وبالتالي هذه الصورة التي شكلت لدينا منذ اللحظة الأولى أن الأستاذ معاذ الخطيب يصلح أن يكون على المنبر، يصلح أن يكون داعية، يصلح أن يكون رجل يدعو إلى الخير، رجل إغاثي، لكن في المجال والمعترك السياسي أعتقد أنه أساء لنفسه عندما دخل إلى هذا المعترك، وحتى بالطريقة التي كان يتحدث بها هو من قال من أن السياسيين أضاعوني داخل الائتلاف، أنا لا أستطيع التنسيق، لا أستطيع التعامل معهم، وجميعنا يعلم من أن المعترك السياسي يحمل من النفاق ويحمل من المناورات ويحمل من طرق الالتفاف ما لا يحتمله رجل دين. وبالتالي أنا أعتقد أن الخطوة الصحيحة التي اتخذها هو ابتعاده عن الائتلاف. طيب، اختتمنا التقرير الذي سبق لقاءنا بك بطرح سؤال، هل تعتقد كرأي أنه ساذج سياسيا أم أن النظام أداره كما يريد وكان أداة بيده؟ أستاذ معاذ الخطيب عندما انسحب من الائتلاف قال لا يوجد تنسيق، لا يوجد عمل مشترك، لا يوجد مشاورة، الكل يفعل ما يريد، حتى أنه وصف الائتلاف بين قوسين بحارث من إيدولو. وبالتالي عندما ينطلق اليوم الأستاذ معاذ الخطيب لإطلاق المبادرات، مع من نسق تلك المبادرات؟ مع من الجهات التي تشاور معها؟ نحن اليوم جميعا في سفينة واحدة، الحراك الثوري، الحراك العسكري، الحراك السياسي بمختلف مشاربه يجب أن نكون يد واحدة. نجد أن النظام وإيران وحزب الله وروسيا وكل الميليشيات التي تقاتل معه لها صوت واحد عبر الجعفري. لماذا اليوم نحن أصبحنا نطلق المبادرات؟ هذه نقطة. النقطة الثانية، وجدنا من أن تلك المبادرات دائما ما تأتي في ظروف لا يكون النظام فيها مرتاح، بمعنى أنها دائما ما تشكل طوق نجاة لمرحلة صعبة يمر بها النظام. أنا لا أقول أن التخوين وأعود لهذه النقطة، لكن أقول أن تلك المبادرات تأتي في الوقت الغير مناسب. طيب، أنت تقول سعادة العميد بأنه انتقد أن الائتلاف لم يكن فيه تنسيق وحارت كلمين إيدو إلو، ولكن ضيفنا السابق الأستاذ عمر القوش قال أن معاذ الخطيب نفسه لم يكن يستشر أحدا حتى من المقربين، وكان يقوم بمبادرات وخطوات وزيارات لم يعلم بها المقربون منه، يعني هو أيضا كان كذلك.
يعني هذه نقطة سأتي إليها لاحقا لأوضح هناك بعض التجاوزات التي ارتكبها أثناء كان قيادة الائتلاف أو رئيسا الائتلاف. النقطة الأخيرة في المبادرات التي يطلقها الأستاذ معاذ الخطيب، دائما ما يشتف منها من أنها تراعي مدينة دمشق، تراعي تجار دمشق، تراعي الوردة الدمشقية التي قيل يوما من أنها سبب في إيصاله لرأس الائتلاف، وبالتالي يعني وصمت مبادرته بأنها مناطقية تريد أن تحمي. نعم أنت تصفه دمشق. بأنه واجه تجار دمشق التي قيل عدم التنسيق مع الائتلاف، جميع يذكر اللقاء الذي تم في ميونيخ 2013 عندما التقى وزير الخارجية الإيراني، وجميع يعلم أن إيران وروسيا أيضا التقى وزير خارجية روسي في ذلك الوقت، أن إيران وروسيا منذ اللحظة الأولى يعني هي موغلة في الدم السوري. عندما سئل كيف تلتقي مع وزير خارجية إيران وروسيا قال حتى الآن لم تشارك أو لم تدخل في المعترك العسكري مع نظام الأسد، بينما على أرض الواقع جميعنا يعلم أن كل الأسلحة والزخيرة التي قتل بها الشعب السوري كانت تعوض من قبل روسيا، من أن ميليشيات حزب الله وميليشيات فيلق القدس دخلت منذ عام 2011 نهاية 2011 عبر القناصين إلى سوريا، وبالتالي إيران وروسيا لم تكن يوما بعيدا عن قتل الشعب السوري منذ انطلاق الثورة السورية. شكرا جزيلا لك العميد أحمد رحال الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا مباشرة من اسطنبول. مهجر من الغوطة الشرقية، معتقل سابق كان أحد الشهود على حصار الغوطة وهو ناشط سياسي، تحدث عن مبادرة الخطيب التي وصفها بمدعاة للسخرية، مستغربا إياها بالقول كيف يدعو لمثل هذا الأمر بعد 8 سنوات من الثورة قتل وهجر فيها الملايين من الشعب السوري. نتابع المبادرة التي أطلقها السيد معاذ الخطيب وما شابهها من مبادرات باسم الشعب السوري، نحن وباسم الشعب السوري نرفض هذه المبادرة. المبادرة التي أسميتها هنا نحن في الداخل المعنيين في الأمر مبادرة استجداء، نحن لا نوافق كشعب سوري عظيم جبار على مبادرة استجداء من مجرم قاتل كبشار أسد ونظام بشار أسد. هذا النظام الذي أقدم على الجرائم والتي العالم كله يعلم نوع الجرائم التي أقدم عليه بشار، وكأني بالسيد معاذ الخطيب يأتي بمبادرة بالثواني الأخيرة، صمود الشعب السوري والذي استمر 8 سنوات وعانى من جميع أنواع القهر والإبادة الجماعية والتدمير، تدمير كل شيء في سوريا، البنى التحتية والقواعد الاقتصادية. يأتي معاذ الخطيب بهذه المبادرة التي نسميها نحن الآن في الداخل والمعنيين بالأمر مدعاة للسخرية. كيف لنا أن نجلس على طاولة مفاوضات مباشرة مع مجرم قاتل قتل 1,000,000 شهيد من أبناء الشعب السوري العظيم الجبار وشرد نصف سكان القطر، أضف إلى ذلك حوالي 1,000,000 معاق نتيجة هذه الحرب التي شنها النظام على أبناء الشعب السوري؟ كيف لنا أن نوافق على هكذا مبادرة؟ لا، لن نوافق، ونحن غير موافقين أبدا البتة مع هذه المبادرة التي حقيقة أثارت غيظنا. الشعب السوري كله الآن لسان حال الشعب السوري، وأنا ضمن المناطق المحررة ومن المهجرين قصرا من ريف دمشق، نقول غير موافقين أبدا على هذه المبادرة وعلى هكذا مبادرات تمس كرامتنا.
معتقل سابق في سجون النظام، يعرف معاذ الخطيب منذ كان يعمل خطيبا دينيا في دمشق، وكان يحضر له خطبا ودروسا دينية في مسجد الشافعي بالمزي، ثم تابع عمله في الثورة وتنقلاته السياسية. ضيفنا محمود جمال الدين سيوافينا بتفاصيل ومعلومات حول معاذ الخطيب بحكم نشاطه السياسي، كذلك عبر لنا في لقائنا هذا معه عن استهجانه لمبادرة معاذ الأخيرة والتي لقب فيها الأسد بالرئيس بعد كل هذا الدمار والقتل والتعذيب حسب قوله. معاذ الخطيب للأسف ما في أي تاريخ سياسي يذكر على الساحة السورية، فشخص ما عنده أي باع بعلم السياسي أو بتاريخ سياسي يستلم ثورة من أعظم الثورات على مستوى الشعوب ويتكلم باسمه، فبظن أنه هذا هو كان الخطأ الأساسي عام 2012. مننتقل أنه هو كشخصية من وقت السلام ما في أي قرار تشعر بأنه هو قرار عم يحكي كقرار دولة أو هيك. كان شخصية جدلية بشكل كبير، أساء للثورة السورية بشكل كبير. آخر شيء أنه يعني ظهر على الإعلام بأنه قدم مبادرة. أولاً إذا بدنا نحكي على هاي المبادرة بشكل مباشر دايركت يعني، فهي بالعرف السياسي ما تعتبر مبادرة. المبادرة بالعرف السياسي المفروض يكون فيها مطالب واضحة، بيكون فيها مبادرة حقيقية، هي ما أكثر من أنه مثلاً بيان. بعدين إذا كنا بدنا نقول أنه هاي المبادرة تمام، وين الموقعين على هاي المبادرة من قامات المعارضة الغير ملوثين المعروفين اللي هن لهم باع بالعلم السياسي؟ بعدين ما فيها إلا أنه هي قضية استجداء من نظام سفاح مجرم. أنت عم تحكي عن ثورة قدمت مليون شهيد، ثورة قدمت ملايين من المهجرين والمعتقلين وما إلى هنالك وأرامل وأيتام، فبعد كل هالتضحيات بتكون أنه القضية استجداء لنظام أنه إخراج معتقلين، أو أنه يكون ما ممكن أنه الشعب السوري يقبل بأي اسم من رموز النظام أنه تكون موجودة بأي مبادرة. هذا الخطأ الأكبر. الخطأ الأكبر أنه أنت وقت تقول أنه بشار الأسد لحد الآن أنت عم تخاطبه معترف فيه كرئيس، أنت المفروض إذا طبعا إذا كان عندك أدنى اطلاع يا معاذ الخطيب أنه بشار الأسد ما بيمون على حي المهاجرين، يعني رئيس بلدية المهاجرين ممكن يمون أكثر. أنت طبعا لقصر العلم السياسي عندك بظن أنه القرار هو قرار بموسكو أو بطهران، القرار ما له بدمشق نهائيا. لحتى تقدم أنه والله يا سيادة رئيس، رئيس مين؟ رئيس قصف شعبه، رئيس ضرب شعبه الكيماوي. للأسف أنه كان الخطأ الأكبر بأنك أنت عم توجه كلام لمين. قلبنا في الصحف القديمة والحديثة فوجدنا فيضا من الأخبار والمقالات والتحليلات التي تتناول معاذ الخطيب ومبادرته، ورغم كثرتها اخترنا لحضراتكم بعض الأمثلة البسيطة في التالي الذي نستعرضه معا. إذن مشاهدينا سنبدأ مع زمان الوصل. زمان الوصل قرأنا فيها هذا المقال، رسالة معاذ الخطيب وما وراءها. قالت الصحيفة: ربما من حق معاذ الخطيب أو غيره أن يتقدم بمبادرة أو يرسل برسالة للنظام أو إيران أو روسيا، وحتى أن يقوم بزيارات، وهذا ربما من الحريات الشخصية أو من منجزات الثورة. ولكن هل يحق لأي سوري أن ينوب عن غيره وخصوصا من المكلومين وأصحاب الحقوق؟ أم في ذلك تعد على الحقوق الشخصية وليس حقا شخصيا للساعي؟ وتساءلت الصحيفة: هل برسالة السيد الخطيب لبشار الأسد شرعنا لحكمه وإعادة تأهيله داخليا وخارجيا، خصوصا أنها جاءت بفترة يحاول سوريون كثر عزله والدعوة لمحاكمته؟ أم أن مثل هذه النداءات إن لم يؤثر إيجابيا لجهة تحول بعض السوريين لجادة الصواب لن تؤثر سلبا، لأن الإبقاء على نظام الأسد
رغم كل جرائمه قضية اتفاق دولي، ولا يكون لنداء أو رسالة أي أثر. أيعقل لمثل النظام الذي لم تردعه أخلاقه ووطنيته حتى عن قتل الأطفال والنساء بالمعتقلات والبراميل بعد أن هجر نصف سكان سوريا، بل ووصل إلى نكون أو لا نكون، أن تغير رسالة من مواقفه وقناعاته؟ من زمان الوصل إلى الشرق الأوسط التي قرأنا فيها مقالاً لماذا باع الخطيب المعارضة، قال الكاتب إن زعيم المعارضة السورية الجديد معاذ الخطيب فاجأ الجميع بإعلانه فشل الثورة السورية. الخطيب لم يخاطب مواطنيه وثواره مباشرة، بل استخدم صفحته على فيسبوك وكتب قائلا: أعلن أنني مستعد للجلوس مباشرة مع ممثلين عن النظام السوري في القاهرة أو تونس أو اسطنبول. وأشار الكاتب إلى أن الخطيب لو ركب سيارته وذهب بنفسه إلى دمشق كان أهون من أن يبلغ 20 مليون سوري وبرسالة شخصية على فيسبوك أنه قرر إنهاء ثورتهم ومساومة الأسد مقابل إطلاق سراح المساجين وبضعة جوازات سفر. الخطيب شق المعارضة وألحق ضررا بالغا بجهد عشرات الآلاف الذين يضحون بحياتهم من أجل مستقبل جديد من دون الأسد ونظامه الفاشي. وتساءل الكاتب: هل الخطيب يجهل أن مبادرة كهذه ستحقق أمرا واحدا هو تفكيك المعارضة السورية؟ ألا يعي أنها ستصيب بالذعر ملايين السوريين الذين هجروا من بيوتهم وقراهم وتحملوا الأذى في انتظار إسقاط النظام؟ وننتقل إلى الخطباء التي قرأنا فيها مقال أفتان أنت يا معاذ الخطيب؟ قال المقال إن المعارضة السورية الإسلامية منها وغير الإسلامية، المسلحة منها وغير المسلحة، استقبلت مبادرة معاذ الخطيب بطلب الحوار مع النظام وضمان خروج آمن له بشرط الإفراج عن الأسرى، وخصوصا النساء استقبلتها بالرفض القاطع. وهذا موقف كان ينبغي على الخطيب أن يدركه منذ البداية. وأشار الموقع إلى أن المعارضة التي تحقق كل يوم مكاسب جديدة على الأرض، ولا نقصد بالتأكيد المعارضة السياسية التي اكتفت في جهادها بالجلوس في غرف الفنادق المكيفة، ولكن القصد تحديدا المعارضة التي تشهر سلاحها في وجه النظام. هذه المعارضة التي تفت في عضد النظام وتلتهم في كل ساعة قطعة من جسده المنهك، وتسيطر كلما مضت شمس يوم على جزء جديد من سوريا، حتى لم يعد يسيطر النظام المتداعي سوى على أقل من ثلث المدن والمحافظات السورية. مشاهدينا، هذا الاستعراض كان لعدد من المقالات من سنوات متفاوتة من 2011 وحتى يومنا هذا. يمان السيد مراسل أورينت نيوز في الغوطة الشرقية سابقا خالط آراء الناس فكون فكرة حول معاذ الخطيب وعمله من وجهة رأي مواطنين سوريين، فكانت كالتالي. طبعا معاذ الخطيب هو أحد الشخصيات الجدلية منذ بداية الثورة السورية، يعني لاحظنا منذ أن دخل إلى عالم السياسة أو في مجال السياسة كان يتحدث دائما بشكل غامض، كان يتحدث إن صح التعبير بشكل مذبذب. طبعا معاذ الخطيب منذ أن دخل طبعا كما ذكرنا في الائتلاف الوطني، وكان طبعا في ذلك الوقت هو رئيس الائتلاف الوطني السابق، وكان طبعا هنالك دعوة من قطر من أجل حضور معاذ الخطيب أو ممثل عن الائتلاف الوطني والمعارضة السورية أنذاك إلى القمة العربية التي أقيمت في الدوحة في العام 2013. ولكن الكلام الذي تحدث به
معاذ الخطيب طبعا بحسب محللين سياسيين وأيضا بحسب ما تم تحليله من هذا الكلام هو كلام فارغ سياسيا، وأيضا يعني كان يركز بشكل كبير على أن يجب تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك وأيضا بعض الأمور في الوقت الذي كان ينتظر الشعب السوري من المعارضة في ذلك الوقت أن تتخذ قرار، أو حتى من الجامعة العربية أن تتخذ قرار بعد كلمة رئيس الوفد السوري الذي كان في ذلك الوقت طبعا هو معاذ الخطيب، ولكن هو تكلم بشكل سطحي، وحتى أنه كان يصف بشار الأسد بالرئيس السوري، وكان يتحدث طبعا بكلام ويعيد الشرعية له منذ العام 2013، وكأن بشار الأسد هو من أرسله من أجل أن يمثل سوريا في جامعة الدول العربية وإلى ما هنالك. وهذه مشاهدين عينة عشوائية من المواطنين السوريين، سألناهم آراءهم بمعاذ الخطيب وتاليا ماذا يعرفون عن مبادرته الأخيرة، فكانت إجاباتهم كالتالي: ليش بالكيماوي وبكل الأسلحة اللي بتخطر على الباب، حتى الصواريخ التجاجية طالعت الميت من قبره، يعني مو وصف أي حقيقة، وراح بعث له رسالة سلام وبكل حب، ولما انتقدناه لهنا وانتقدوا بعض الشباب اتهموا بالتافهين والمارقين وكذا، يعني كان عنده كل الحلم على مجرم سوى كل شيء بأرض سوريا وما عنده حلم يستحمل بوست على الفيسبوك أو تعليق على الفيسبوك، يعني بصراحة هذا دليل أنه هو بالأساس كانت رسالته رسالة سياسية. لنا تحفظ على بعض المواقف التي اتخذها في هذه الثورة، منها الرسالة الأخيرة التي وجهها لنظام الأسد ولبشار الأسد تحديدا بما أسماها الرسالة الهادية أو اللطيفة. يعني هذا النظام لا يفهم ولا يعي هذه اللطافة والهدوء في الخطاب أبدا نهائيا. صراحة دقنا ذرعا بالشخصيات التي لطالما نصبت نفسها عرابة للثورة السورية. نحتاج في هذه الثورة لوجوه جديدة، وجوه من صلب الثورة، من عمق الثورة. اليوم صار في علينا بشار أسد وعصابته بقصف بجميل الأسلحة على بقصفنا، في كيماوي، طيارات، دبابات، مدافع، انتهاك أعراض، وهذا النطق الحكي ما بزبط مع بشار أسد، وعيب أن معاذ خطيب يحكي في هذا المجال أنه هو بده عمل سلمي وعمل أهلي محبي وبس شوارب، هذا الحكي ما بصير في الثورة السورية. تصريح الشيخ معاذ الخطيب الأخير كان للأسف سيء للغاية يعني وغير منطقي. الآن بعد ما هجر هذا النظام المجرم مناطق سوريا كلها ومارسوا بحقهم أفشع وأشنع أدوات الإجرام والقمع، هذا كلام مرفوض يعني وغير ممكن وغير منطقي بالأصل. يعني هذا الكلام ما كان لازم، يعني لو أنت بقيان على مواقفك لبداية الثورة. معاذ الخطيب للأسف ما في أي تاريخ سياسي يذكر على الساحة السورية. كل الاجتماعات في الائتلاف يعني كان فردانيا، والكل كان يشكو من أعضاء الائتلاف أنه لا يسمع أحد ولا يرد حتى كما قلت على اتصالاتهم الهاتفية، وبالتالي يعني هذه الشخصية غير جماعية وشخصية غير قيادية. الأستاذ معاذ الخطيب يصلح أن يكون على المنبر، يصلح أن يكون داعية، يصلح أن يكون رجل يدعو إلى الخير، يا رجل إغاثي، لكن في المجال والمعترك السياسي أعتقد أنه أساء لنفسه عندما دخل إلى هذا المعترك. جميعنا يذكر اللقاء الذي تم في ميونخ 2013 عندما التقى وزير الخارجية الإيراني، وجميعنا يعلم أن إيران وروسيا أيضا التقى وزير خارجية روسي في ذلك الوقت، أن إيران وروسيا منذ اللحظة الأولى يعني هي موغلة في الدم السوري. عندما سئل كيف تلتقي مع وزير خارجية إيران وروسيا قال حتى الآن لم تشارك أو لم تدخل في المعترك العسكري مع نظام الأسد، بينما على أرض الواقع جميعنا يعلم أن كل الأسلحة والذخيرة التي قتل بها الشعب السوري كانت تعوض من قبل روسيا، من أن ميليشيات حزب الله وميليشيات فيلق القدس دخلت منذ عام 2011 نهاية 2011 عبر القناصين إلى سوريا. يأتي معاذ الخطيب بهذه المبادرة التي نسميها نحن الآن في الداخل والمعنيين بالأمر مدعاة للسخرية.
ختاما، أنت بتعرف قصة معاذ الخطيب والآن صرت تعرفها أكثر بعد هذه اللقاءات والشهادات والمشاهدات، لتبقى أنت الحكم. إلى اللقاء.